التحدي قوم ودافع عن رأيك والكل سامع، قل لنا الأضرار وطبعا قل لنا ايه المنافع وابن رأيك عالدليل، قل لنا بأسلوب جميل واسمع الرأي البديل، تلقى نور الحق ساطع. ايه تحدي ايه تحدي. اهلا بيكم اعزائي المشاهدين وحلقه جديده من التحدي. التحدي النهارده هنناقش موضوع من المواضيع اللي يعني ناس كتير بتحتار فيها، مصنعات الذهب. هل مصنعات الذهب هل هي محدده لما تيجي حضرتك تروح تشتري ذهب من محل جواهرجي بتكتشف ان في تفاوت في مصنعيات الذهب، او اسعار الذهب بتبقى ثابته لكن هناك تفاوت في المصنعيات. في ناس بتعملها نسبه مئويه، في ناس بتعملها رقم، هناك يعني زي ما بنقول فوضى في هذه المصنعيات. هل هي فوضى حقا ام ان لها اسانيد ولها يعني كل اصحاب هذه التجاره وهذه الصناعه لهم اسس معينه بيحسبوا عليها هذه المصنعيات، ولا ملهاش اي اسس واجتهاديه بتختلف من مكان الى اخر او من طرف الى اخر. اعتقد موضوع مهم جدا، موضوع من المواضيع اللي مفيش بيت في مصر الا لما بيحتك بالذهب او بيحتك بسوق الذهب. هي سلعة ليست استراتيجية لكن سلعة مهمة جدا، بتدخل البهجة والسرور على كل الاسر المصرية وكل اللي بيتعامل مع هذا العنصر او هذه المادة النفيسة او العنصر النفيس هو عنصر الذهب. سعدنا وشرفنا الحديث حول هذا الموضوع الدكتور ناجي فرج باقي، عضو الجمعية العمومية لشعبة الذهب. اهلا بك يا دكتور ناجي. اهلا فندم، شرفنا منورك. منور بك يا رب. معايا على الجانب الاخر المهندس خالد محي الدين رجل اعمال. اهلا بك يا باشمهندس. اهلا وسهلا، شرفنا يا فندم. اهلا بيك. اسمح لي يا باشمهندس خالد ابدا مع الدكتور ناجي. اهلا وسهلا، اتفضل يا دكتور ناجي. بوصف حضرتك احد اعضاء الجمعية العمومية لشعبة الذهب ومن المتعاملين في هذه السلعة، هناك كثير من الاتهامات الى تجار الذهب او الى العاملين في سوق الذهب بان هناك فوضى في المصنعيات غير محدده القيمه، غير محدده، غير ثابته من مكان الاخر. تعليق حضرتك على هذا الموضوع فيه. هو بالنسبه لاي مشغولات بتختلف نوعيه المشغولات اختلاف كلي وجزئي، يعني في مشغولات وكل مشغول بيتناسب المصنعيه او الاجره مع كميه الشغل اللي هذا في هذا المشغول، وكمان مش في بالنسبه للمشغول وبس، بالنسبه للعيار كمان. يعني مثلا عاده اجر الشغل عيار 18 بتبقى اكتر بكتير قوي من عيار 21، لان تشكيل وتصنيع عيار 18 بيحتاج الى مجهود اكبر. فبالنسبه للمشغولات مثلا، فلو قلنا مثلا في دبل، مثلا دبله، في دبله ساده دي بتبقى اجرتها حاجه بسيطه قوي، في دبله بعد كده بتعدي دبله منقوشه يعني فيها شويه نقش، في دبل تركيب، في دبل الماس اللي هي ديت. فكل حاجه بتكاتيجوري او كنوعيه من الشغل ليها الديفينيشن بتاعها او ليها النوعيه بتاعتها اللي بنقدر تاخد الاجر. انما الاجر مش هفازرد كده، مش عشوائيه ولا حاجه، لا. وبعدين في اعلى حاجات من كده كمان، بتبقى في بعض قطع المشغولات بتبقى كطلب، طلب قطعه واحده فقط، فدي بتبقى اجرتها اعلى بكتير قوي من الشغل العادي. فده سبب اساسي لاختلاف الاجور. طيب هل هي محدده طبقا للاجر ولا اجتهاديه؟ لا طبعا، في بارامتر، في مقاييس يعني متقاربه، يعني معروف مثلا بالنسبه نمسكنا غواشات، في غواشات شعبيه مثلا دي بتتراوح اجرتها مثلا ليها اجره متقاربه، في اعلى منها وفي اعلى منها، يعني نوعيه المشغولات حسب كميه الشغل فيها. حسب كميه الشغل اللي فيها وحسب قد ايه هي واخده مجهود بالنسبه دي. مجهود مبذول في التصنيع. طيب انتقل الى المهندس خالد. يا باشمهندس خالد، ايضا نفس السؤال اطرحه لحضرتك، ما هو المعيار في تقييم اسعار الذهب؟ هل شايف ان هناك فوضى في مصنعيات الذهب في مصر ولا الموضوع مقنن زي ما بقول الدكتور ناجي؟ لا، هو للاسف الشديد جدا الموضوع غير مقنن تماما، بحيث انا حتى الان ما اعرفش ايه هي الاليه اللي بيتم عليها احتساب المصنعيه للجرام. فهل هي نسبه مئويه؟ فده بعض التجار بيلجا ليها. نسبه مئويه على الجرام. يعني ايه نسبه مئويه؟ يعني مثلا سي الجرام النهارده ب 250 جنيه او 260 جنيه حسب سعر اليوم، بيتم احتساب المصنعيه بنسبه مئويه عليه. نسبه مئويه، نسبه مئويه من التاجر اخر بيحسبها بالجنيه، بمثلا سي مثلا 50 جنيه على الجرام، 70 جنيه على الجرام، متفاوته طبعا. تمام، بتوصل لاكثر من كده يا باشمهندس خالد؟ طبعا،
في حاجات بتصل ل 100 جنيه و200 جنيه على الجرام الواحد. يعني انا النهارده بيكون عندي جرام ب 250 او 260. انا مش بتكلم من ناحيه فنيه، ولكن بتكلم من ناحيه ان انا مستهلك كمستهلك زي اي كتير من المستهلكين. تمام. فايه هي الضوابط اللي بتضعها الجهات المعنيه بالموضوع للجرام، بحيث ان المستهلك النهارده بيدخل لتاجر التجزئه عشان يشتري ايا كان هديه او شبكه او ايا كان المستهلك بيشتريه النهارده، ايه هي الضوابط وايه هي الاليه اللي الراجل ده يقدر يعرف بيها هو بيتحاسب ازاي؟ دكتور ناجي قال لك الشغل ومدى المجهود المبذول في القطعه. سيد الفاضل هو يعني معذره يعني هو الراجل اللي داخل يشتري المستهلك ده يعرف فنيات الشغل؟ بالطبيعي لا. ما هو يا فندم عشان كده التاجر ده هو اللي بيقيم فنيات الشغل يا سيد الفاضل. اذا التقييم اتساب مفتوح بدون ضوابط، مفتوح بدون ضوابط. اذا المستهلك ممكن يقع مع تاجر يكون بيعمل في السوق بشكل كويس وتاجر اخر بيتعامل مع الموضوع بشكل ان هو يعني التقييم بيقع فريسه ليه طبعا فريسه ليه طبعا. ما هو دلوقتي يعني اذا كان التاجر بيتعامل بمبدا ان هو بيحط برقم عشوائي، انا كعميل او كمستهلك داخل اشتري مش قادر وما عنديش القيمه الفعليه اللي اقدر احسب بيها، هل هي نسبه مئويه؟ ده تاجر بيشتغل بكده. هل هي بالجنيه؟ اتفضل يا فندم. يعني تاجر تاني بيشتغل بالوضع ده. تمام. فطبعا مش بتكلم من ناحيه فنيه، ولكن بتكلم اكتر من ناحيه كناحيه مستهلك. هرد على حضرتك. اتفضل. طب يا دكتور ناجي الناس بتقع فريسه لتقييم المصنعيات؟ ده كلام الباشمهندس هو فيه. يعني نتكلم كلام براكتيكال عملي شويه بالنسبه لمصلحه الدمغه والموازين. يعني ايه كلام عملي يا دكتور؟ يعني كلام اللي موجود على ارض الواقع. يعني دكتور خالد الباشمهندس خالد ما بيتكلمش على ارض الواقع. لا هو الكلام اللي قاله واقعي وموجود على ارض الواقع، وفي جزء منه بعيد مش بعيد عن الواقع. لا لا لا. بالنسبه لمصلحه الدمغه والموازين منوط بيها مراقبه جوده المشغولات، يعني ملهاش ليست معنيه بتحديد اجور اطلاقا. دي الدمغه والموازين. الدمغه والموازين العميد محمد حنفي بيراقب ان الشغل عيار مظبوط، دمغه مظبوطه، ده شغلهم الاساسي. ده ما فيهوش مشاكل يا دكتور. اما بالنسبه لتحديد الاسعار، فاحنا بالنسبه للاسعار عندنا بالذات في الصاغه نفسها، يعني في الصاغه السوق الرئيسي بتاعنا، انا ما بكلمش على يعني ماليش دعوه بالنسبه لمحلات القطاعه اللي موجوده. فندم ازاي حضرتك عضو الجمعيه العموميه لشعبة الذهب؟ يعني لا تمثل كل تجار الذهب هنا. لا عندنا شبه الاسعار محددة بالنسبة في يعني بالنسبة لتجار الجملة بالذات، انت واخد بالك؟ يعني مفيش لا يوجد التفاوت. وبعدين في نقطة احنا بننصح ان دايما اللي بيشتري ده بيشتري من حد معروف. يعني ايه؟ يعني دايما يكون كل أسرة، ده كان زمان الكلام ده، ليها التاجر بتاعها، ليها السائق بتاعها، ودي كانت زمان موجودة الحكاية دي كويسة، ودي حكاية كويسة جدا جدا، انت واخد بال حضرتك معايا؟ والذهب عمر خسارته يعني ما بتبقى. بس ده مش موضوع ناقشنا دكتور علشان ما دكتور ناجي، بس في نقطة مهمة. اتفضل. يعني انا دلوقتي عشان اوصل للمستهلك ان هو يتعامل بشكل ان هو ما يتنصبش عليه او ما يقعش فريسه او ما يقعش لجشع التاجر اللي هو بيتعامل معاه، اقدر اقنن الوضع ازاي؟ اي نصب يا باشمهندس خالد؟ يعني اي تقصد ان ممكن تاجر الذهب ينصب على الزبون؟ ما تاخدش الكلام. حالات الذهب ناس موجوده وناس معروف طبعا، كل مهنه فيها الكويس وفيها اللي بيتعامل بطرق غير مشروعه. النصب بيكون في انا دلوقتي عندي سعر الجرام محدد وثابت مظبوط، باقي الارقام اللي بتتحط على جرام الذهب المستهلك الطبيعي يعرفها ازاي؟ اللي هي بتقع تحت مسمى الدمغه ومتعارف عليها مثلا. اما المصنعيه النهارده بتحدد طبقا لايه؟ يعني في تاجر النهارده بيتعامل بمنطق ان هو بيشتغل بشكل ثابت وبارقام واضحه للعميل. في تاجر تاني بيتعامل بمبدا اجمالي. ما انتظرتش الدكتور ناجي ما يرد على يا دكتور ناجي ازاي بتحددوا قيمه المصنعيات؟ انت حضرتك لما طرحت السؤال ده انا حضرتك قلت الدمغه والموازين وتركت لب السؤال. لا الدمغه والموازين غير معنيه. غير معنيه تمام. كيف يتم تحديد المصنعيات يا دكتور ناجي؟ تحديد المصنعيات حسب فئه المشغول نفسه. يعني فئه المشغول نفسه اذا كان مثلا اذا كان غويشه خاتم حلق كوليه، فمش كل مش ليست كل المشغولات على مستوى ديت نفس الفئه، وتوجد بعض المشغولات المستورده مثلا جرامها ديت بيوصل زي ما هو قال فعلا فوق ال 100 جنيه مصنعيات. وهي جايه مصنعيتها فعلا فوق ال 100 جنيه وهي اكتر من كده، وهي فكل مشغول بتتناسب اجرته تماما مع نوعيه هذا المشغول. طالما انت بتتعامل مع تاجر ذو ثقه، ما هي المشكله هنا انت بتتعامل يعني الالماس مثلا معروف انه بيخسر 30% والكلام ده بيتحط في شهاده رسمي
يعني بيتحط ده مقنن بيه. ده مقنن بيه. والذهب برضو معروف ان معروف ان مثلا بيبقى مصنعيته في الحدود المتفق عليها. ايه بقى يا دكتور؟ هي متفق عليها يعني هنا النهارده ايه هي المصنعات المعروفه اللي يعني عليها؟ يعني على حسب يعني ما نقدرش نحدد انت نوع المشغول اللي انت عايزه، انما الاجر يعني مش المجال مفتوح زي ما انت بتقول. لا مش المجال مفتوح، لان مثلا انت بحدد لك مثلا معروف ان الذهب ما بيخسرش، ده معروف ان الذهب كمان ساعات يعني نزل ارتفاع اسعار الذهب. اذا كنت يعني اوضح حضرتك ببساطه جدا النهارده، ان انا تواصلت مع اكتر من حد قبل ما نطلع الهواء. أيوه. سليم في اكتر من محافظه، لكن للاسف الشديد جدا فيهم حد بيتعامل بيروح لتاجر الذهب بيشتري منه عن طريق ان جرام الذهب النهارده له سعره ثابت، سعر اليوم بيضاف اليه مصنعيه مثلا بالنسبه المئويه من 5-7 من 9-12 وهكذا. ده وضع حد بيتعامل بيه. في حد تاني بيتعامل بالجنيه، يعني الجرام الذهب النهارده ب 260-250 بيحط عليه مصنعيه سي 50-60 وهكذا. لا 50-60 والكلام ده لا للاسف والله فيه. كتير. لا والله لا. للاسف ال 21 عندنا ما فيش الكلام ده خالص يا فندم. هي الفكره دلوقتي اللي انا السؤال اللي انا بطرحه لحضرتك، ايه هي الضوابط الموجوده اللي اقدر انا كمستهلك ما اعش فريسه للتاجر اتعامل معاه، او بلاش فريسه عشان ما نضخمش الموضوع اكتر وابسطه حضرتك بشكل اسهل. ان ببساطه جدا انا النهارده كمستهلك بتعامل مع تاجر ذهب، عايز اعرف ايه هي الاليه اللي ممكن اتعامل معاه ثمن الجرام واقدر اعرف ان انا يعني عندي قيمه محدده للعيار ده او للشغل ده او للوضع ده. للاسف ده مش موجود. لا اللي موجود اول حاجه برضو بكررها نفس الكلام، ان انت لازم تتعامل مع حد يكون معروف. يعني هي المشكله الكبيره واللي بتيجي يعني بتصير المشاكل اللي انت بتتعامل مع حد مجهول الهويه. طب تعاملت مع واحد معروف ماشي وقال لي ايضا المصنعات بهذا الرقم، اعرف منين؟ طب المعروف ده حدده ازاي؟ معلش المعروف يعني لا يعني معروف ده انت تعاملت معاه اللي هو بيبقى الجواهر بتاع العائله. انا اثق فيه كمعنى للذهب. دي حاجه دكتور ناجي عارف ان هي عاف عليها الزمن، مش متواجده حاليا غير بنسبه ضئيله جدا.